ماشي مشكل. حنا واش فلاحه ولا بطاطا؟ هزت لي 14 خبزه تبارك الله وصل على النبي. السلام عليكم الحبايب ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ نتمنى من الله دائما تكونوا بخير وعلى خير والصحه مزيانه يا ربي. بنشاركوا معاكم ان شاء الله يا ربي الخبز في الفرن جديده. يلا صغبناها، باقي ما جربناها شيء. نصغبها بالياجور، اول مره نصغبوا الفرن بالياجور، حنا كنا نصغبوها عن مسوله بالتراب. ما هذه المره هذه صغبناها بالياجور ان شاء الله يا ربي نجيو نحميو فيها ونشاركوا معاكم ان شاء الله كل شيء. عاد بنشوفوا الحمي ديالها كيفاش نوايها والخبز كيفاش بتجي فيها ان شاء الله يا ربي. نطلبوا الله التيسير. كما شفتوني يعني نصير الزرع باش يطلعوا عبد العالي السيلان يطحنوا. هذايا القمح اللي نصيرو، وهذه فارينه نصيرها منقيين كل حاجه بحدها. هذا ما يعني عندي مصيرين منقيين، باقي لي عاد شي هدايا نطحنوا كل حاجه بحديتها، القمح بحديته، فارينه بحديتها. منين طحنوه ونجيبوه نغربلو ونقي شويه هاد القمح وشويه فارينه نخلطهم ونعجن. هذه هي الخبز ديالنا حنايا دائما. هذا يا ساليتو بالتسيير صافي، دابا بنقوز على نقيه. هذا اللي طاح لي من بوسياره دابا نعطيوه للدجاج، خلاص ما يترماشي نحيدوه نعطيوه للدجاج. صافي بارك، علاش نقتي بزاف؟ قلب شويه، عندي واحد شويه بارك عليك. صافي احنا سالينا الزراع، ساليتو بالتنقي وهزيناه على الباغلا. صافي الله يخلف لا يجعل بركه عبد العالي. ماشي يطحنوا في السيلان ان شاء الله يا ربي. ماشي نطحنوا في السيلان او نقولوا الموتور. اييه الموتور شحال يكون نقولوها. اييه دابا خلي غير السيلان داكشي اللي كاين. السلام عليكم الاخوه الاخوات المتتبعين ديالنا في الوطن الحبيب من طنجة الى القويرة، تبارك الله عليكم، والمتتبعين المشاهدين ديالنا الاوفياء في كل بلاصه من العالم، خارج ارض الوطن، داخل الوطن وخارج الوطن، وخارج الوطن ديما حنان داخل ارض الوطن وخارج تبارك الله المغاربه فاين ما مشيت هادشي كاين. دابا حنا ماشي نطحنوا كما قالت حنان، ماشي نطلعوا بزرع السيلان، بنطحنوه باش تشارك معكم الخبز في الفرن جديده. فرن بالياجور اول مره بنقول فرن بالياجور، الفرن التراب هي القديمه هذاك الشيء مزيان بحق هي هذه، ولكن الياجور اول مره حنا نبدل حمي في الفرن ديال الياجور. هنا اول مره بنقول فرن الياجور، واش هاد الحماده غيا واش العطال واش كذا، الخبز ديالها تاع حمراتها شويه، المهم داك الشيء نجربوه. اذا حنا بادين المراحل من الاول لاخر. دابا راني بنطلع للسيلان ان شاء الله. السيلان بعيد علينا اكثر من ساعه ونص الطريق من هنا، اكثر من ساعه ونص الطريق، ولكن ماشي مشكل، بنمشي نطحن ونجي وكمل مع المشاهدين المراحل ان شاء الله. يا بارك الله عليكم، راه خليكم معنا. يلا الله يجيبك. الحبايب ديالي عبد العالي طحان وجاء وانا غربلت الطحين، ودابا ان شاء الله يا ربي بنعجن العجين. بسم الله توكلنا عليك. يلا عندي الطحين هنايا هو مغربل، عندي هذا القمح وهذه فارينه، دابا بنقي نص نص، نص القمح ونص الفارينه. بسم الله توكلنا عليك. يلا انتما تبارك الله الطحين غزال عند الزرع، غزال تبارك الله. انا نغربلو ونحيدلو عدا حقا الغليظه هي اللي نحيدها، الخبزه تجي تبارك الله غزال. بسم الله توكلنا عليك. يلا
الملح، خميرة الحبوب طبيعة الحال، حبيت حلاوة، نجي الخبز ديالي معطرة، وهذه هي الخميرة البلدية، ضروري من خميرة بلدية أنايا، العجين ديالي ضروري نقي فيه خميرة بلدية، بسم الله على بركة الله. بسم الله على بركة الله، ها هو العجين تبارك الله وصل على النوي خمار، نقرصوه دابا ونصلي عليك يا رسول الله. بسم الله على بركة الله، انا نقرصو بالدهقة دائما العجين ديالي نقرصو بالدهقة. انا الحبايب ديالي قرصت العجين وخليته يخمر وجيت بنطلق النار في الفرن، كما تشوفوا هاي الفرن ديالي حنكته بالغراء، رجعت بيضة غزالة تقتق، ايوا صافي وركبت للباب. ها هي يا جماعة عبد العالي من السوق يتبعوا اصلا مفصلين عند السدور، جات مريمة غزالة تبارك الله. انت منين اطلق فيها النار ووقي فيها الخبز وسد عليها تجي مريمة غزالة، ما دخلش سخونيه مره. بسم الله توكلنا عليك، يلا في الفرن. بسم الله على بركة الله، اول مره بنحمي فيها هذه الحميه اللوليه، مستقبلناها على هذه الحميه اللوليه. طب والله في التيسير. بسم الله على بركة الله، خبزة اللولية بسم الله.
لاقي فيها الخبز وسديت عليها. هذه أول مرة بنحمي فيها، نطلبوا من الله اللي يحشمنا. كما قال المعلم هزت لي 14 خبزة تبارك الله وصل على النبي. الله يلا 14 خبزة، الله يعطيه الصحة. انتما تبارك الله وصل على النبي الخبز غزالة. طاب السلام عليكم، الله يعاونك يا ربي. الحمد لله اللي باقي لها سالي. سالي يعطيك الصحه. هما اللي باقي لي في الفرن. الله يعطيك الصحه. دابا هذه اول حاميه، اول حاميه يتسمى في سميتو، اول حاميه في الفرن، في الفرن جديده. هذاك الشيء اللي كاين. الخوص تبارك الله هذا اللي جات رائع. خوص هذا اللي واعر، بغيت عاد نفتح واحد هذاك. سخونه. ماشي مشكل، حنا واش فلاحه ولا بطاطا. تبارك الله وصل على النبي. ولكن تبارك الله الروايح حبيت حلاوه مني. حبيت حلاوه، قلت لها حبيت حلاوه، برافو. ولكن الخوص تبارك الله رائع. تبارك الله. هاي تما الفرن، اذا الفرن طلع فيها تيسير. الله يودي. ها التيسير، التيسير بحدو، التيسير بحدو. هذيك الشيء اللي بغينا. الحمد لله الفرن حنانية اللي شهود عين، ماشي انايا، هي اللي حمات الفرن وهي اللي تما. والله العظيم الا غزاله غزاله داغيه تحمى، والخبز تبارك الله الخبز ديالها واعره. اه داغيه طابت لي فيها الفرن. حنان حماد جاوبت لي الخبز تبارك الله، الله يعطيك الصحه. ولكن الناس اللي تعاونوا معانا في الفرن حنان طبعا عبوا لهم حقهم الخبز. انا بالي معاهم، ولكن ماشي على الخبز. دابا نسقى واحد العجنه ديال الكحاح، مولات الكحاح يكون يكون سلام، يكون عالميه وتعبا نعبوا لهم حق منه ان شاء الله يا ربي نذوقوهم منه. دار الدار، دار الدار ان شاء الله يا ربي. اي دابا الناس اللي تعاونوا معنا حق من الكحاح وصلوا دار الدار. هذا هو مجموع اللي بقرطاس. داكشي اللي كاين. نبقى الى مدعو المشاهدين ديالنا. حنان عطاك الله الصحه، الخبز الزرع تبارك الله، اللهم لك الحمد، والله يرحمنا في هذا النهار هذا، لان كل شيء مع الروا. كل شيء انا اعتمدوه هنا 100% على الزرع. بالنسبه لي انا الطحين بحاله ما يليق لنا شيء، حنا الطحين والحقيقه هي هذه. مولفين بالطحين الزرع. مولفين بالطحين الزرع، الطحين اللي تاخذ السوق يجينا ثاني، جبناها اذا مره يجينا بحاله ناقص بالخبز صراحه. هذاك الشيء اللي كاين. ما بقى لنا حنا الا ودعوا المشاهدين والمتتبعين ديالنا الاوفياء، اخوان اخوات المتتبعين ديالنا في الوطن خارج الوطن. مشكورين بزاف على الدعم ديالكم للقناه، مشكورين بزاف على التفاعلات ديالكم، مشكورين على التعليقات ديالكم، مشكورين على اي حاجه اللي لقيت من عندكم. تبارك الله عليكم. نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم. يلا الحبايب ديالنا بالسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله يا ربي. ونتمنوا من الله كما ديما بنقول لكم، نتمنوا من الله الفيديو ديالنا دائما يلقاكم باحسن الاحوال. نطلبوا الله الصحه والسلامه للمتتبعين ديالنا، واللي مريض نطلبوا يا ربي نطلبوا الشفاء. واللي يعرف شي حاجه في شي وضعيه حرجه نطلبوا الله يفرج الهموم عن اي واحد. داكشي اللي كاين. بارك الله عليكم، نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم. السلام عليكم.